ماشي، يبقى كده السؤالين اللي هم في العلم خلاص كده لحد دلوقتي ما فيش اجابات واضحه فيهم، او ما فيش، انا مش مطلع، او انا بمعنى مش ادق. مطلع. بالظبط بالظبط. لا مش الموضوع مش هجوم على حضرتك، انا بقصد الدكتور سمك كاتب او لك توضيح انه لدواعي اخلاقيه لم تجرى التجارب على الزنسخ البشري، لدواعي اخلاقيه. لا معلش، العلم ما فيش فيه اخلاق، بمعنى او العلم يعني ايه، دي ممكن تكون حاجه لزياده البشريه او خلاص، ممكن لتهجين الدكتور سمك مثلا. يجاوبك على السؤال ده، انه هو راجل عالم، يعني هو راجل عالم. ماشي ماشي، تفضل يا هكون دكتور. سعيد جدا وشاكر له، تفضل يا بيجاوبنا دكتور. على السؤالين بقى. مساء الخير، ازيك يا احمد؟ مساء النور، طيب اهلا بك. هو انا اجاوب على انهي سؤال؟ السؤال الاولاني اللي دخل سأل فيه موضوع الروح دوت ولا موضوع العلم؟ ابدا خلينا من في موضوع حيث العلم تريد يا الاخير دكتور. دوت علشان لا، ابدا من الروح، ابدا من الروح وبعدين جاوبنا على موضوع استنساخ البشر وليه ما كملتش والله فيه بص يا حسن. استاذي، لما يكون معانا برضو حد عالم نقول له ابدا من حيث شئت، يعني افضل كما تحب، يعني شكرا احترام لك يا لي حمد، يعني. شكرا للزواج. تمام، ماشي، اتفق. وانا هختار ابدا الصراحه بالموضوع الثاني لان ده سريع نتكلم فيه بسرعه. شوف يا استاذ، هو موضوع استنساخ البشر ده موضوع مش معضل، يعني ده مش موضوع ما فيش فيه معضله. البشر ما فيهمش حاجه مميزه عن الحيوانات اللي احنا بنستنسخها في المعمل. اديك مثال، انا في رساله الدكتوراه بتاعتي انا والاستاذه بتاعتي طبعا وهي والناس اللي كانوا فوقيها استنسخوا خنزير معدل جينيا، بحيث ان هو احنا عملناه في المعمل بحيث ان هو يبقى عنده مرض السكر، وبالتالي ندرس عليه المشاكل اللي بتحصل عند مرض السكر عند البشر. تمام، مش انا اللي تمام عملته بايديا طبعا، ولكن احنا انا تمام استخدمت هذا الخنزير. تمام، تمام بنستنسخ عندنا في المعمل حاليا في ايران معدله جينيا، بنقدر نعمل الموضوع ده. والموضوع ده يعني كل اللي انت عايزه بيتعمل فيه، الفيران، الخنازير، في القرود. انا بشتغل في مركز بيشتغل على القرود، وعندنا في بعض الحالات بنقدر نعمل الموضوع ده على القرود، لكن في اغلب الحالات بيمنعونا ان احنا نعمل اكتر من كده. ليه؟ لان القرود يعني الجهاز العصبي بتاعها مشابه بشكل كبير جدا للانسان، قدراتها الذهنيه، بما احنا كلنا من الرئيسيات وما الى ذلك، وبالتالي فيه موانع اخلاقيه كبيره جدا في البلاد اللي احنا بنشتغل فيها هنا في اوروبا. مش بس ان انت تستنسخ قرد، لا، انت حتى علشان مثلا تعمل اي تجربه على الحيوانات دلوقتي المواضيع كل شويه تبقى اصعب واصعب لدواعي اخلاقيه. مفيش حاجه اسمها العلم ما فيهوش فيه اخلاق، لا، فيه اخلاق. في البلاد المتقدمه المتحضره اللي العلم متطور فيها في دواعي وموانع اخلاقيه على الموضوع ده. لما حصل مثلا ان حد من العلماء اللي هم في الصين حاول ان هو يعمل تعديل، يعني عمل تعديل عند في البشر بحيث ان هم ان هو ينتج يعني اطفال او بشر ما عندهمش المستقبل بتاع فيروس الايدز، ونجح في هذا الموضوع، حتى الان ما نعرفش عنه حاجه، يعني ما نعرفش الصين عملت معاه ايه، الراجل اختفى تماما. انما اللي انا عايز اقوله لك، فكره الاستنساخ في حد ذاتها زي ما استنسخنا النعجه دول ليه، زي ما نستنسخ فيران خنازير، زي ما نستنسخ كل كان ده، ممكن نستنسخ البشر. اللي عايز اقوله لك، من سنه في اسرائيل في معهد فايتسمان، وده من اعرق المعاهد البحثيه في اسرائيل، العالم العربي الاسرائيلي اسمه يعقوب حنا، عنده قسم هناك الخلايا الجذعيه، قدروا ان هم مش بس يعني يستنسخوا، لا، هو خد من يعني خليه عاديه جدا من جلد او كده، وبعدين بيعمل لها اعاده برمجه بحاجه اسمها induced pluripotent stem cell، بيقدر يعمل اعاده. معلش انا عايز اقطع حضرتك، انا اسف، لا بس سمحت، سؤال لو سمحت يا كب، خليه يكمل مداخلته يا كب، معلش. من نفس النقطه والله، هي بس استفسار بسيط، معلش. هو قال لي مقاطعه مش مأكلة، لان عن طريق انسجه، ما هو ما هي هيشرح لك الكلام بالزبط. ده من فضلك، الناس بتستفيد من المداخله، معلش. يا استاذ احمد، ماشي ماشي، انا هكمل، هسيبه والله، بس معلش هسال في نفس الاستنساخ يا دكتور سمك، من انسجه، يعني مش من العدم، يعني مثلا مش جمعت مثلا مواد اوليه بالبيئه وعملت منها انسجه؟ انت حضرتك او شيء سالت يعني. سؤال وبعدين عن الاستنساخ يا استاذ احمد، خلينا، هو بقى انا بحاوره كلام علمي، مش انا والله. مش عايز تحاوره، انا لما طلبت منه ان هو يكمل مداخله عشان مش انت بس لوحدك تستفيد، عشان الناس اللي بتسمع تستفيد، فالمقاطعه مش في محلها، مع اعتذاري لك، مع يعني مع احترامي لك. انا اسف، اتفضل يا دكتور. انا اسف، انا اسف. طيب
كمل. هو الاخ عمله دلوقتي ان هو عمل حاجه اسمها شيفتنج ذا جول بوست، اللي هو تغيير او تغيير المرمى. هو سالني عن الاستنساخ، بدات اجاوب في الاستنساخ، وهو ضرب مثال بالنعجه دولي، فضربت له امثله على ان الامر اللي حصل مع النعجه دولي ممكن يحصل مع البشر، ممكن يحصل باكثر من طريقه. واحنا عندنا دلوقتي حتى تقدم في الخلايا الجذعيه ان احنا قدرنا نعمل ما يسمى حتى بالجنين الاصطناعي، اللي هو انك تقدر تميز الخلايا الجذعيه ديت للمراحل الجنينيه الاولى، وترجع تعيد تمييزها تاني لتديك الثلاث طبقات الجنينيه، الاكتوديرم والميزوديرم والاندوديرم، وعملوا انماء لهذا الجنين. ولكن لمرحله معينه وقفوا التجربه، لان فيه دواعي اخلاقيه، في دواعي اخلاقيه لهذه الامور. ولكن العلم يستطيع انه يقدر يعمل كده. طريقه الاستنساخ ديت اتعملت على دولي، ينفع تتعمل على الانسان لانها بتتعمل على حيوانات ثانيه عادي، تمام؟ انت رجعت قلت لي بقى ايه، لا دي من انسجه، انا عايزها من ايه، من 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 مواد كيميائيه. ده ما كانش سؤالك في الاول، ده ما كانش سؤالك. لا حضرتك يا دكتور سمك، انا معلش، انا بستفيد وعايز استفيد وعايز الناس تستفيد، لان معلش مع احترام لكل الناس اللي دخلت، الكلام في المطلق، والكلام في المطلق يعني ما استفدناش منه شيء، فانا بحاول اخلي الكلام بلاء بالظبط. لا اقصد يعني اسئله الاخوه اللي كانوا دخلوا قبلي ما حطيتناش في هدف الحلقه او في هدف النقاش. هو الهدف في النقاش ان الناس دي تسال عموما، خلاص مش ان انا مش ان احنا نتكلم مع حد معين، ان احنا نحاول كل الناس. احمد اسمع، لا لو سمحت يا اخوانا لو سمحتوا من فضلكم ما حدش يتكلم من غير ما اطلب منه كده بعد اذنكم. يا كوبي والله انت كينج، ما شاء الله عليك كينج يا كوبي. ماشي، من فضلك يا عزيزي، احنا مش في نادي عشان نشجع، من فضلك. تمام دكتور سمك، يبقى اذا الموضوع في اساسه كل اللي يعني نقول عليها الاحياء او علم الاحياء الحالي اللي موجود كله في يا كوبي. ينصر دين ربك يا عم، خبول في 60 ده يا عم. صح كده يا دكتور سمك، يبقى كده الموضوع قايم كله في المقام الاول على الاستنساخ، لسه البشر ما وصلش برضه، ولسه الابحاث جاريه على وجود شيء من العدم اللي هو نخلق منه يعني او نخلق منه. ممكن تخلي دكتور سمك يتكلم علشان خاطر لو سمحت عايزين نسمعه. نعم انا يا دكتور احمد، انا عايز اوصل، انا مش دكتور ولا حاجه، الدكتور موجود وانت مش عاوز تسمعه يا استاذ احمد. يا دكتور سامك، الفكرة اللي أنا أقصدها أو السؤال بتاعي التاني في نصد الاستنساخ بالتحديد، إن مفيش لسه البشر موصلش بالتكنولوجيا أو بالعلم إنه يقدر ينسخ مواد أولية، يكون مواد أولية يكون منها أنسجة فيستنسخ بناء عليها بشر أو يعمل من البشر. مواد أولية يعني يستنسخ مواد اللي هي مثلا المسلمين بيعتقدوا إن البشر خلق من طين، من طين، فديت مادة أولية من الطبيعة. الطين بالنسبة لحضرتك مادة أولية؟ طيب ماشي كمل. أنا شايف على حد علم القاصر برضو، أنا مش متخصص، فبنسأل أهل التخصص. متخصص بس ما بتسمعش أهل التخصص. أنا لما أهل التخصص بيتكلموا بتقطع. أنا أسكت هو بقى، اتفضل يا لا خلاص أنا هسكت. أنت سألت عن الاستنساخ وضربت مثل بالنعجة دولي، وكفيت ووقفت حد يا دكتور. ما شاء الله. بقول ما شاء الله حضرتك كفيت ووفيت في النقطه دي. طب كويس جدا، تمام. يبقى احنا بنتكلم هنا تمام واضحه جدا. انا ما فيش فلكس عندي في النقطه دي خالص، ما شاء الله. خلاص نرجع بقى للسؤال الاول بتاع الروح، عشان ما تخشش في ايه، في حوار الفلسفه ولا عدم ولا شيء والكلام دوت، مش موضوع. نرجع لموضوع الروح بتاعك. انت قلت عايز اعرف ديناميكيه عمل الجسد، جميل جدا. ده سؤال مشروع، وفي علم اسمه الفسيولوجي، وفي علم اسمه السيل بيولوجي، وفي علم اسمه الموليكولر بيولوجي، وفي علم اسمه البايوكيمستري. كل هذه العلوم تقدر تقول لحضرتك ديناميكيه عمل الجسد، مش بس الجسد، كل جهاز في الجسد، وكل عضو داخل الاجهزه اللي في الجسد، وكل نسيج داخل كل عضو داخل كل جهاز في الجسد، وكل خليه داخل كل نسيج داخل كل عضو داخل كل جهاز في الجسد. ايه رايك؟ فاحنا عندنا العلم اللي يقدر يقول هذا الكلام. ديناميكيه عمل الجسد دي ان انت حضرتك عندك خلايا، والخلايا دي حضرتك فيها ميتوكوندريا، بيحصل فيها عمليه التنفس الخلوي، وعارفين الدوره بتاعتها، الانزيمات اللي جوه،
وعارفين ازاي الخلايا دي بتستقبل الجلوكوز والمغذيات وازاي بتحصل عمليه التنفس الخلوي ديت وينتج عنها الماده اللي هي الاي تي بي اللي هي عمله الطاقه في الخليه، وازاي ان انفكاك الروابط اللي هي داخل اللي هي بتاعه الفوسفات ذرات الفوسفات او مجموعات الفوسفات داخل جزيئ الاي تي بي دوت هي اللي بينتج عنها الطاقه، وازاي الطاقه دي هي اللي بتحرك الالياف العضليه مثلا، ازاي هي اللي بترسل تفتح القنيات اللي هي بتدخل الالكترولايتس وتسبب انتقال السيالات الكهربيه مثلا عند الخلايا العصبيه، ازاي بتخرج النواقل العصبيه عند نهايات الخلايا العصبيه مثلا والتقائها بمستقبلاتها عند خلايا العضلات، وازاي ده بيحفز المكونات العضليه، وكل ده بيحصل على المستوى الجزيئي والمركبات اللي داخله فيه. كل هذه الامور نقدر نعرفها، تدرس كل هذا الكلام تفهم بالظبط الديناميكيه على المستوى الجزيئي، تعرف انهي مركب بيتحرك على انهي مركب باي طريقه علشان خليه العضليه تنقبض وتكون مثلا عضله قلب، وازاي في الامراض المختلفه بيحصل مشاكل في هذه الامور، وازاي احيانا بعض الناس بيبقى عندها مثلا بعض الطفرات بتاثر على التركيب بتاعه هذه الجزيئات فبتخلي الحركه مش مظبوطه او بيحصل مشاكل او وده علم كبير جدا جدا في كل تخصص، فيه تخصص ادق منه بيدرس هذه الامور، فعندنا زخم معرفي كبير جدا في هذه الامور، فما فيش حاجه اسمها روح في هذا يعني التمثيل العلمي كله، ما فيش حاجه اسمها روح، انما احنا عارفين ازاي على المستوى الجزيئي بتحصل الخلايا بتستقبل الطاقه وازاي بتنتج الطاقه وازاي بتخرج وازاي كل هذه الامور بتحصل، فده ردي عليك يعني.